عتليتا يا اخوان مفيش نو عتليتا دول بنقام على السجية النصيحة في لسانه بالنية عتليتا 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 الحقيقة سمحة إلا إن عتليتا مرة عتليتا عتليتا عم فيها ما شايفني لكن الضبط الحارقني عتليتا 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 يا أخوانا دي طريقتي وده فهمي ودي حياتي لو ما عاجبكم خلوني عتليتا يا عتليتا شوف لا احسن دكتور امي ده انا والله ما بتحمل فيها والله اي حاجه انت من امبارح ما لقيت لك دكتور معقوله لا لا الدكاتره راقدين لكن انا لا دكتور شاطر مميز يكون ما ساكت ما من طرف ساي كده انت اخلط لها كده عصير انا بمشي بسال اكليتا يا اخي امك دي اروح لسوقها نوديها دكتور حيدر لانه المرض ما بتنزل لزول دكتور حيدر؟ ايوه خلاص انت ارجعني في مكانك ده انا بمش بسال مين دكتور حيدر ده وبجيك راجع لا حول ولا قوة الا بالله يا زول انت مجنون دكتور حيدر شنو ماشي لاوتو ده كيسه فاضي انت بتعرف دكتور شاطر؟ طبعا انت امك توديها دكتور نزار يا راجل دكتور نزار ده ودبتين يعني عشان ابوه عمل له عياده ولا شنو؟ يعني انا اعمل شنو طيب؟ من دربك ده تمشي لي دكتورة غادة عقليتا ما ظهر عقليتا لسه ما جاي يا حالتي لكن بعد شوية كده بيجي يا رب يكون مشاين غادة شنو يا مان غادة دي دكتورة وها مشاك سمع حسان امشي وين يا دكتورة السلام عليكم عليكم السلام والرحمة اتفضل والله دكتورة من مبارح بفتش ليه يا دكتور يكون شاطر شوف اي دكتور عنده عياده وعنده تصديق وعنده رخصه اكيد ده مؤهل بس شكلك انت ما عندك صبر اقعد الاعشاب الزمن ده الاعشاب مضمونه اعشاب يا زول كلامك صح غزال ده ما فيش يا حقافل السلام عليكم السلام عليكم وعليكم فوزي وين يا اخي فوزي ده من امبارح ما فيش ان شاء الله خير والله والدتنا عيانة بعدين يعني ربنا يكتب الشفاء بعيد عنك عندها بس محلولة انا كويسين والله امبارح كنت في المناسبة يا اخي هاي والله جينا الجناح مقفل والله هاي والله مشينا كده غايت في عطار كده بس ادانا حاجات قال لنا الاعشاب دي طوالي والحاجات اللي دي بتفتشوا ودتكم عيانه ما لي عندها شنو هي امي ما عيانه يا زول عندها شفتها كده ده شنو ها لا حول يا اخي ده كان دكتور ياكل يا اخي ها لا دكتور أقول لكم حاجة ترجعوا عليهم وامشوا على بين المغرب يا زول هاي لا بنجيك ولا برجع عليهم الموضوع ده هنساو رح هاي أمي زهقت أنا شنو بصلي وبدعو لها رح يا عتليتا يا أخوان في شنو عتليتا دول بنقام على السجية النصيحة في لسانه بالنية عتليتا الحقيقة سمحة
إلا إن عجليتا مرة عجليتا 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 عامل فيها ما شايفني لكن بالضبط الحارقني عجليتا 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 يا أخوانا دي طريقتي وده فهمي ودي حياتي لو ما عاجبكم خلوني عجليتا يا عجليتا 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 عجليتا